إذن من هذا المشهد المتفاعل نتوقف اليوم عند التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة الذي تمثل بتفجير نفق للمقاومة الشرقية خان يونس، والذي نتج عنه استشهاد ما يزيد عن 12 أو عن استشهاد 12 من المقاومين من بينهم قيادات عسكرية في حركة الجهاد الإسلامي. ونضع هذا الخبر تحت الضوء. أهلا بكم. فقد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي نفقا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي شرق مدينة خان يونس بخمسة صواريخ، مما أدى لاستشهاد أكثر من 10 مقاومين بينهم مسؤول لواء الوسطى في سرايا القدس ونائبه وعدد من أفراد المقاومة من سرايا القدس وكتائب القسام. وقد دانت الفصائل الفلسطينية كافة ما وصفته بالجريمة الصهيونية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مؤكدة على حق المقاومة في الرد على الجريمة. ودعت الفصائل إلى عقد اجتماع لجميع الأجنحة العسكرية للمقاومة لبحث سبل الرد المناسبة على التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة. وقد ساهمت الاتصالات المصرية بفصائل المقاومة وقياداتها في الداخل والخارج في تريث المقاومة في الرد كما يبدو، بحجة أن أي تصعيد في الوقت الراهن لن يخدم المقاومة ولن يكون في مصلحة غزة، وربما يؤدي إلى انهيار مساعي المصالحة. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من غزة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن كل الخيارات مفتوحة للرد على الجريمة الإسرائيلية كما وصفتموها، هل بقي للمقاومة خيارات في هذا الظرف الصعب الذي يصفه البعض الظرف العربي ربما الرديء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لا يسعنا إلا أن نزف إلى أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني كوكبة جديدة من أقمار فلسطين الذين قضوا نحرهم وهم يؤدون واجبهم المقدس في مواجهة هذا العدو المجرم. هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني والتي أراد من خلالها أن يربك الساحة الفلسطينية، وكان متعمدا أيضا لقتل هؤلاء القادة، لأن هؤلاء القادة في الحروب الأخيرة استطاعوا أخذ العنف الاستراتيجي لهم، لذا هو أراد أن يكسر إرادة المقاومة وأن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وأن يخفض الأوراق هي منطقة. لكن بلا شك أن حركة المقاومة تعامل بحكمة بالغة مع هذا العدو الصهيوني، ويعلم جيدا بأن حركة الجهاد الإسلامي قادرة على أن تثأر وتنتقم لهذه الدماء الطاهرة. وخيارات حركة الجهاد الإسلامي تبقى مفتوحة، مسار المصالحة شيء، وإن صار لدم الشهداء شيء آخر. هل تريدون منا أن تذهب دماء شهداء قدرا؟ والعالم كله يجب أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. سيد أحمد، الشعب الفلسطيني والكل يتفهم. سيد أحمد، يعني اسمح لي، أنت تحدثت عن حكمة المقاومة وتريثها في الرد، ألا يغير ذلك من معادلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ أي خيارات أبقت لكم هذه المصالحة؟ وهل أنتم مقتنعون أن المقصود بما جرى هو ضرب المصالحة؟ لا لا، ما هي المصالحة التي نريد؟ هذا هو السؤال الذي يطرح اليوم. المصالحة التي يريدها الشعب الفلسطيني هي المصالحة التي تعمل على تخريب معاناة الشعب الفلسطيني، هي المصالحة التي تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني وبرنامج الشعب الفلسطيني التحرري، التي تحافظ على أن تكون رافعة للشعب الفلسطيني وأن تحافظ على ما يمتلكه الشعب الفلسطيني من مقومات، وأهم هذه المقومات هو سلاح المقاومة. لذا المصالحة يجب أن تكون أساسا حافظة لهذه الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن أن نتخلى عنها أبدا طالما أن هناك احتلال للأرض فلسطين. هذه الثوابت قدمنا تضحيات بسام من أجلها، لذا المشروع الوطني الفلسطيني يجب أن نحافظ عليه، ولا يمكن أن نحافظ عليه إلا من خلال المقاومة. لذا حركة الجهاد الإسلامي أمامها الخيارات مفتوحة، وهذه معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني، ولا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يمنع حركات المقاومة
من الرد طيب هذه الحركات أستاذ أحمد، حركات المقاومة قررت أن لا ترد بشكل منفرد كما يبدو، على الأقل هناك دعوات لاجتماعات لقادة الفصائل أو لقادة المقاومة لكي يتم اتخاذ القرار ما هو الرد المناسب. ماذا قررت هذه الفصائل بعد اجتماعها؟ نحن نقول بأن الخيارات بيد سرايا القدس، وهي التي تحدد كيفية الرد وزمن الرد ومكان الرد. هذا واقع ميداني حساباته عند سرايا القدس والأذرع العسكرية، وأنا يقين بأن سرايا القدس تتعامل بخبرة كاملة وبحنكة كاملة في هذا الموضوع، لأن هناك تراكم خبرات لدى سرايا القدس وحركات المقاومة في هذا الموضوع. ولكن وعلى الجميع أن يكون على يقين بأن ساحات الوطن الفلسطيني كله ساحة للجهاد والمقاومة ومواجهة العدو الصهيوني، يعني ساحة معركة مع العدو الصهيوني. طيب أستاذ أحمد، يعني ألا يعتبر التصعيد الأخير هذا وهذه الضربة التي يبدو من حجم أو عدد الشهداء فيها ضربة كبيرة للمقاومة، ألا يعتبر هذا خرقا للتهدئة التي ترعاها مصر؟ وماذا وعدتكم مصر في اتصالاتها مع قيادة حركة الجهاد، سواء القيادة السياسية أو القيادات في قطاع غزة، وهي مصر راعية لهذا الاتفاق، اتفاق التهدئة منذ عام 2014؟ ما الذي وعدتكم به مصر فيما يتعلق بهذا الاختراق للتهدئة التي رعتها هي؟ مصر متفاهمة لموقف حركة الجهاد الإسلامي، والجميع يعلم بأن هذا العدو هو عدو مجرم لا يفهم لغة الاتفاقيات ولا موضوع الهدنات، وإذا كانت لحظات هدوء لكن العدو الصهيوني هو الذي ينبش الشر. وعندما يقتلنا العدو الصهيوني، هل يريد العالم منا أن نقف مكفوفي الأيدي؟ عندما يغتال قادة المقاومة، هل تريد من المقاومة أن تصمت؟ بأي حق يمكن أن تصمت المقاومة؟ لدى المقاومة حقها مكفول في الدفاع عن نفسها وفي الدفاع عن شعبها. أستاذ أحمد، هل تعتقدون أن الاغتيال هو الهدف، اغتيال القادة والمقاومين، أم أن مسألة أو أن الهدف الإسرائيلي كما تقول دولة الاحتلال هو تفجير النفق، باعتبار أن الأنفاق هي عبارة عن قلق استراتيجي لدولة الاحتلال الإسرائيلي؟ لا، كل التقارير تؤكد بأن العدو الصهيوني كان يعلم جيدا بأن هناك مجاهدين في النفق، عندهم معلومات أن هناك مجاهدين، وهو يعلم أن هؤلاء المجاهدين هم أول من ضربوا تل أبيب، أول من ضرب تل أبيب كان القائد عرفات المرشد. لذا هو يعلم خطورة هؤلاء الجنود وهؤلاء المجاهدين، وكان قاصدا لقتلهم حتى يكسر إرادة المقاومة. لكن العدو الصهيوني دائما يمتلك غباء كبيرا، لأنه عندما يقتل القادة ويغتال القادة، من قبل اغتال الدكتور فتحي الشقاقي واغتال الشيخ أحمد ياسين وأبو عمار وأبو علي مصطفى، واستمرت المقاومة بل اشتعلت أكثر وأكثر مما كانت عليه من قبل. نعم، العدو الصهيوني يكون قاصد، عندما اغتال أحمد الجعبري كان قاصدا باغتيال أحمد الجعبري، لكن هل توقفت المقاومة؟ إذا العدو الصهيوني عدو مجرم، واقتنص الفرص لاغتيال قادة المقاومة، ودائما شره متواصل، ويريد أن يؤثر على ردع قوة المقاومة، ويريد أن يقول للفلسطينيين بأن يده طولة لكن المقاومة يدها أطول بكثير مما يمتلكه العدو الصهيوني، خصوصا في المرحلة الأخيرة أمام تطورات وإبداعات سلاح المقاومة. طيب هل هذا التفجير القوي وما يقال عن استخدام ربما غازات غير مسموحة بالقانون الدولي، ألا يعني أن إسرائيل الآن ربما تحيد سلاح الأنفاق الذي تبذلون جهودا فيه؟ أدوات المقاومة كثيرة جدا، نعم سلاح الأنفاق وسلاح استراتيجي بالنسبة للمقاومة، لكن هل يستطيع العدو الصهيوني ان يصل الى كل انفاق المقاومه؟ ايضا كان هناك سلاح الصواريخ وخيارات المقاومه وادوات المقاومه ووسائل التي تستخدمها المقاومه دائما متطوره. يعني عندما نقول ان الشعب الفلسطيني قبل 30 عاما استعمل الحجاره في مواجهه الدبابه، ثم استعمل السكين، ثم الرشاشات والرصاص، ثم العمليه التبشيريه داخل الصيد، ثم هذا السلاح النوعي الا وهي الصواريخ التي ضربت العمق الاستراتيجي الفلسطيني. اذا المقاومه لا يمكن ان تعدم خياراتها ابدا.
المقاومة ليست هي الخيار، الأنفاق ليست هي الخيار الوحيد، مع أنها خيار قوي بلا شك. وعندما هذا النفق، عندما نسمي هذه الأنفاق التي تتجاوز حدود 28، إنما نسميها أنفاق الحرية، وكل حركات المقاومة حريصة على أن تحاول أن تحفر الأنفاق حتى نستطيع أن نحرر أسرانا داخل السجون الصهيونية. أستاذ أحمد، سؤال الأخير، أصدرت سرايا القدس التابعة لحركتكم فيديو حديث بعنوان الوقت ينفذ وصبرنا لا يطول، هل يمكن استنتاج أن الرد بات قريبا، وخاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من مراحل المصالحة وهو تسليم المعابر وتمكين حكومة الوحدة الوطنية؟ قلت لك أن المصالحة هي مسار آخر يختلف عن مسار المقاومة. المقاومة شيء ثابت لدى الشعب الفلسطيني، كما أن المصالحة هي خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تمنع المصالحة استمرار المقاومة، بل إن المصالحة يجب أن يكون أن تعمل على صنع موقف موحد لدى الشعب الفلسطيني، خصوصا أمام انغلاق كل الخيارات الأخرى، خصوصا المفاوضات العبثية التي أكد الرئيس الفلسطيني نفسه بأنها وصلت إلى طريق المسدود. إذا يبقى هو خيار واحد لدى الشعب الفلسطيني، ألا وهو خيار المقاومة. وإذا تحدثنا عن الرد، لا يمكن لحركة الجهاد الإسلامي ولا لسرايا القدس أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة، بل إن الرد قادم لا محالة. أشكرك أستاذ أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كان معنا عبر الهاتف من غزة. والآن مشاهدينا الكرام، نخرج لفاصل قصير، نعود بعده لنناقش بعمق قضية الأسبوع، ونفتح الحوار حول الذكرى المئوية لوعد بلفور، ونرصد حالة الغضب الفلسطيني والمطالبات الرسمية والشعبية لبريطانيا بالاعتذار، ونتساءل عن سبب ودلالات إصرار الحكومة البريطانية ليس فقط على عدم الاعتذار، بل إصرارها على الاحتفال افتخارا بالوعد المشؤوم وبدورها في إنشاء دولة الاحتلال. أرجو التفضل بالبقاء معنا.